بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله واهلا وسهلا في اولى حلقات الدائره. وش اللي يميز الدائره عن غيرها؟ هل اللي يميزها انه ما لها حدود؟ هل اللي يميزها انه مو معروف نهايتها ولا بدايتها؟ هل اللي يدخل فيها ممكن تضيق 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 عليه وممكن تتوسع؟ كل هذا جائز وكلها مميزات موجودة في الدائرة. إيش اللي حنقدمه في الدائرة؟ هل هي أسئلة محرجة؟ هل هي مواقف مؤثرة محزنة؟ هل هي أسرار سنكشف بعضها لأول مرة؟ هل هي كل هذا؟ كل هذا ممكن. لكن ابتداء نرحب بضيوف الدائرة في هذه الليلة. نبدأ بمين؟ بالأكبر سنة. بالأكبر سنة. سعد بن علي القحطاني. أهلا وسهلا. يا مرحبا. أنا دكتور، حياك الله. سعيدين ومبسوطين. بن سعد الشهري. يا هلا بك. الله يسعد قلبك، خليك. الله يحفظك. أحمد بن عمر الحبشي. يا هلا والله يا سيدي. يا مرحبا. أهلا وسهلا. بس نبغى نتفق ابتداء. يا شباب، في شيء ممنوع نتكلم فيه؟ عندكم تحفظ على أي شيء؟ كل الملفات عادي مفتوحة؟ عشان أنا أكون في الأمان يعني. جدا ما ما فيش في شيء. انا من التجريم حقق بطني مغصتني. ليش؟ لا اله الا الله. الله يستر. في شيء ما نتكلم فيه؟ والله ما دام الشغله هي دائره. ايوه. وكل ما لها حضيق الله يفرجها من عنده. في شيء؟ لا ابدا. انا لا، بسم الله ما في شيء. ما في شيء باذن الله ابدا. سعد، زياد، في شيء؟ انطلق بكل ما اوتيت من قوه. الله اكبر. بسم الله على بركه الله. ورحب بالشباب اللي حاضرين معانا. تسمعونا؟ ما تسمعونا؟ طيب حاولوا ترفعوا صوتي هناك في الكنترول، لانه الشباب ودهم يسمعون، وحتى صوت الشباب ما تسمعونه، كل الصوت حيترفع يبشروكم. طبعا الشباب اللي حاضرين معانا من السقايه والوفاده والرفاده ما حتكونوا جمهور، مشاركين. ربما بعض الاشياء انتم تعرفوها ايضا على المتسابقين اثناء ما احنا نتحاور معاهم، تتذكروا شيء كذا ولا كذا. بس يا عبد الله برفع اليد، اذا قلنا تفضل نقول بسم الله. تفضل يا عبد الله، ايش بتقول؟ زياد الشهري، اي حاجه علقت معاه او جاوب خطا انا راح اجاوب عنه الصح. الله الله. الله الله. لا لا خاف، ما عندنا تعليق ان شاء الله. لا محزن، بس انت لازم تجاوب صحيح. تاكد بس من عباره ان الدنيا تدور. لا يعني اوكي. انا طيب. يعطيكم العافيه. هاي معاذ، تفضل. عبد الله ما يقدر يجاوب. وافيني يا معاذ. مايكك مش مفتوح، افتحه. لا مفتوح، صدقني مفتوح. مفتوح، تفضل. اقول حتى لو ابو سعد عبد الله ما يقدر يجاوب، انا ممكن افزع لابو سعد. اشكركم على الروح الجميله. طيب خلنا نقول بسم الله. نبدأ معاك يا سعد أبو البراء. حياك الله. أنت شغال في وزارة العدل. صحيح. اللجنة التأديبية أو الفصل. نعم. خلق صحيح. الله. صحيح. طيب عندك ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الله يحفظهم البراء والمثنى والوليد. والوليد الله يجعلهم قرتين. آمين. أنا حبدأ معاكم بشفرات، أبغاكم تفكوها. تفضل. وذكريات يمكن تشكل لكم ذكريات. الموقف الأول ببدأ معاك فيه يا سعد، لو واحد قال لك يا سعد تخيل إننا بننقلب. ليش؟ تخيل إننا بننقلب. جابوا خبرك صح؟ أنا قلت إيش أذكرك أنا فيه يا سعد؟ لا هو يعني مسكينة. يا أخي وش كذا؟ لا يعني بقول لك شيء بحاجة معينة. ما يعني الحاجة اللي خطأ هي صراحة يعني، بس أنا حس ما شلون ما حتى العيد تركب هو لخم الدائرة تضيق وضاقت من ما بعد بدينا. لا ليش العبارة دي شلون جبتها أنت؟ شفت إني مقطع أو شيء أو الحين أنت من وين جبتها؟ خلي هذه العلوم على جنب، أنا أسألك وش سالفة يا سعد؟ تخيل إن بننقرب تحت الموية وتول فوق الطريق. كرتون مويه بالله. انا ويعني العباره هذه ما يعرف الا والله، اتوقع انك مسوي اتصال انا اذا على الكلام هذا، اذا ما في مقطع اصلا. الحين خلي الكلام من وين؟ طيب انا بعلم. جاوب على السالفه. وش اسوي؟ انا بعلم. علم. انا كان معي اخوي خالد وولد عمي مبارك، صديقي وتوام روحي اخوي ماجد البقمي. انا طبعا ما اسميه ماجد البقمي، اسميه ماجد القحطاني. كنت العب بالسياره يعني.
يعني والله موقف صعب شوية، ألعب بالسيارة أنا. نعم. وأسرعت مرة يعني أنا مش حدود 200. إيه. و ترى اللي سويته كان خطأ، بس حدني إني جاوب. طيب. فرصة فرصة تعلم التوبة هذا البرنامج. طبعًا ماجد ما شاء الله عليه صديق لي ما يحب يتكلم في القيادة، إذا أنت تسوق والله لو كرشين ما يقولك يمين يسار يا ساكت. أنا أبغى خوف أخوي خالد وماجد وخالد وخالد ومبارك بخوفهم طبعًا. وفي الحالة هذه صرت أدخل بين سيارات يمين يسار وسرعة أخذ الكتف اليمين وأنا مشي ماشي بسرعة. وزاد يا أخوي لا بتكفى زاد. كذا سكتنا وباقي على سرعتي. أخوي سوى فيلم كذا خالد قال الله تخيل ننقلب. قال له أثر علي يا رب أثر علي. أنا في وقتها حسيت أن أخوي طلع عبارته غلط. أخوي خالد طبعا شخص لا في إعلام ولا في لا شيء، خذ سوالف خذ في تويتر خذ ما أنا أدخل. قال تخيل حن ننقلب. أنا سمعت العبارة بشكل كوميدي صراحة. فزدت السرعة أقسم بالله ما فزدت السرعة. أنا ما شفت الخط والله الدموع ما شفت السيارات نضحك أضحك جاني ضحكة هستيري أنا وماجد القمي ضحكة هستيري وقلت متمسك عاد ما شرع خات كان مليان أنه تخيل ننقلب. أركض يا المرور أركض يا توحيد المرور. هذه وقتها يعني لا أجامل إذا قلت لك أخذت يمكن وراها وش وقت طويل وحنا نضحك بالأيام جلسنا بالأيام والله تخيل ننقلب. كان هذا موقفه معي صراحة أخوي خالد. بس أنت سواليفك مع السيارات يا سعد طويلة شوي. الله واجل يعني الله المستعان رب يحفظنا بس. أمين أمين. لأن أنا من الناس اللي صراحة عندي نوع ما فوبيا طيران، ما أحب أمشي حتى الطيارة ما أحب أسافر عليها. فتسافر بالسيارة. أحب أسافر بالسيارة. الطريق. أي نعم. حتى أني مرة أذكر سافرت للسودان وكل يعني نصحوني ناس قالوا خذ بنادول نايت ترى زين ولا ذا. أنا أكلت هذه ثنتين أول ما ركبت الطيارة قلت عشان ما تمشي ركبت أكلت أخذت ثنتين شدة قوة الخوف اللي كانت في وسطي ما خلتني أنام صرت زي السكران نايم الصح أيوة نايم ولا الحين المشكلة دي موجودة مع الطيارات ولا خلاص والله شوي صراحة وأنا رجل أعشق السفر جيت الحين من الرياض بر ولا شو أي والله جيت بر أي نعم جاي بر ما أخذ معي معاد حتى كلمت قلت لا تسافر قال ليش قلت لا تحجز طب أنا حجزي لشو قلت لا تحجز لا طيب تحمل لو حبينا نروح يا أبو البراء للبدايات للدتسون يا أخي الجلس مع العائلة عند الرجل هذا وش سالفة الدتسون والسطحة وال يا أخي والله حسيت إني شغل في التشليح أنا الدتسون والله منشف ريقي صح؟ تحسن جاب العلوم أعرف فرة الدتسون الدتسون أنا يعني طلبت أبوي تكفى يبا بروح لخوي ماجد تكفى يبا ماجد بروح له تكفى يبا والله ما بروح ما أنت برايح وتطلب ضروري لازم أروح طبعا ما بعد طلعت الجوالات بيقولون شايف بس قبل لا تطلع الجوالات تك ولازم أروح له لازم أروح له لازم أروح له يعني توه حتى كان بيني مشكلة حتى تقول يقولون شايب أنت مو أكبر أنا لا أنا أنا عبد الله أنا مواليد 1402 عشان تكون في الصورة خلاص يعني لا اللعبة لك شوف ما شاء الله العمر كله إن شاء الله 1402 الله يعطينا إياكم طولة العمر الله يرحمه من بلغ 40 لا زال في شبابه الله الله خلينا نعلم نعم لا زلت صغير لا زلت صغير معنويات فأنا يعني حاولت في الوالد يعني تخيل تلح على أبوك وهو رافض وجعل والدينا والديكم الجنة أبوي أعتبره المربي الأستاذ حياتي كلها هو الله كان هو اللي يعلمني هو اللي يعني سبحان الله يعني ما كان يعلم بشيء يعني ويحذرنا منه ويصير لو يعطينا فيها دروس أخذت الدتسون بعد شق الأنفس وأنا رايح في المهم جات قدامي دنة وأثر بدور من قدامها واحد رجال بعائلته وأنا مجلعب بالدتسون صدمته الحين انا ما فكرت في اللي صدمتهم يموتون يتقطعون انا افكر في ابوي وش يقول الدتسون ما طلع الا عقب شغله نفسي خليته منه الدتسون دخل الشبك والصدام الرفرف يا الله طبعا هذاك مخطي علي من شده الروعه قلت الله يسامحك روح انا افكر وش اقول للوالد الحين وش اقول لابوي لا ورجعت على اخوي ماجد قمت اسبه والعنه وانت اللي اخطيت وانت اللي تسببت علي كان اخو ما قلت بشيء ما قلت تعال غصب لحظه غضب المهم صار في رده فعل وش اسوي قلت ابى اجيب الدتسون للبيت
واحط عند البيت عشان ما يقول ابوي وش فيك تاخرت، ما شلت على سطحه، راي سطحه ولع السفتي، تخيل سفتي والدتسن فوق سطحه، ويعني انا كبرت الامر بس ما ادري عن نفسي، والسفتي في الوسط الحاره والدتسن راكب في السطحه. دخلت على ابوي، يبا سم اباك شوي، طبعا على طول واد الله يجعله خير، الله يجعله خير. انا في بالي الامر بسيط، بس اثر راعي سطع مولع السفتي وطلع فيه انقلاب طياره، مو بدتسن فيه وضع خطير. انا امشي معه في الحوش، طبعا احس اني في وسط قبر، يعني ما ادري وش بسوي الحين، ايش رده فعل الوالد، بيزعل بيقوم البوكس، طلع الا الدتسن تو شارينا الدتسن فوق السطحه والشمع داخله، قال لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول. وش علمك يا ولد؟ قلت له صدمتك، صدمت بس الحين جايب سطحه وسعى وش وضعك انت؟ قلت والله ما بغيتك، ما بغيت ادق عليك وانا عند الحادث، قلت بجيبها لك ازياء. والسياره كانت تمشي، ممكن ما يحتاج سطحه، ما تحتاج، اي تمشي تمشي. انا لو مشيت كبرت السالفه، انا بصغرها كبرتها. كانت ردت فعلها علي اكبر من اني بدل ما اني بهدي الامر كبرت الامر، لان راعي السطح اللي قطع، ليش ولع السفتي؟ حق السفتي في السطح هذا حاصل حار، شكل السفتي بس حار، ولا جاك ضربتين منه عاد تقطعون علمتكم، تقفلون كاميرا تعلمتكم. لا والله ما، بس انه شوف رده فعل الوالد دائما، اما بنظره او بكلمه يقولها، والله انها ارحم من يعني على ما قال ارحم من انه يضربك، يضربك يطقك ازين، عبارته نظرته تدري انت يعني انفعال الكبير، الشخص الناضج الكبير مثل الاب كلها رده فعل، يعني طيب عبارات بعض الاحيان. غير السياره، طيب السياره بنغير، بنغير السالفه وبنغير السيارات بعد، من قلب عام 2003 وسوار اللي حادث عام 2006 غيرها. الله يحفظكم ويحفظنا جميعا. امين. زياد سعد الشهري في المدرسة ثانوية، اي نعم، وتخصص في الجامعة تربية خاصة. جميل. لكن انا حبدأ ببعض الأسئلة حقيقة، يوم علمنا انه زياد، في ناس يقولون ان زياد استغل جماهيره، ينشر حساباته وما يعطي الآخرين فرصة، وحتى أخوه عزوز كان بيستغله أيضا في إظهار شهرة ونشر. جميل. إيش تقول في الكلام ده يا زياد؟ إنه أستغل جمهوري ينشرون حساباتي. إيه، وبتحاول يعني تستغلها، وحتى بعض الأصدقاء اللي تحاول تخاويهم يكون عندهم جماهير، فتحاول، ما بدي أسمي بعض الأسماء. لا سم. لا بدون يعني، لا ما تسمي، لا لا بدون تسمية، خلنا كذا نصيحتي إذا في قبل الشهر، قبل الشهر هذا ولا بعدها؟ قبل وبعد، قبل وبعد. طبيعي الإنسان قبل الشهرة، يعني أنت لما تشوف إنسان مشهور تقابله أو تواجهه، ما بكون كذاب معك، أحد أمنياتك إنه ينشر لك حسابك. صح. هذه ما هي زيادة، بس في كل الناس غريزة موجودة إنه هذا إنسان عنده متابع، عنده مشاهير، أتمنى إنه ينشر حسابي على الأقل يجيني متابعين، أنت هدفك بعدين هل تستعملهم في الخير أو في نوايا ثانية. بالنسبة لاستغلال عبد العزيز أخوي، لو بستغله على منطق سؤالك أو الناس اللي بلغوك، كان سويت له حساب خاص فيه، وأستغل إنه أنا عندي حساب وأخوي عنده حساب ويدعس زي ما أنا مواصل بالجماهير. أكيد تحاول تطلع معك في سناباتك، في مو غالباً أصلاً، ألقى تحذير من الوالدة إنه لا تصور كثير، لا تصور كثير، لأهداف في بال الوالدة، لكن في نفس الوقت أحس له طعم معي في السناب، أحس لي جو أنا عبد العزيز في السناب. ما حاولت تستغل جماهيرك لخدمة أخوك عبد العزيز؟ إلى الآن لا. إلى الآن لا. يعني تشعر إنه عبد العزيز هو بذاته بقدرته هو استطاع إنه يوصل لشوية جداً جماهير؟ جداً. ولا بمساعدة؟ لا لا لا، أصلاً عبد العزيز حتى الشباب أحياناً يقولون عبد العزيز يتكلم لغة عربية، كيف أنت تعلمه؟ صار يسألني عبد الجميل يا أمس، قلت لا والله يشوف فيلم كرتون يتلقى ويجي يعطي، يعني واحدة من السوالف أمس اتصلت على الوالد كان وصولهم للجنوب البارح، اللهم لك الحمد. الحمد لله. الله يسلمكم من كل شر. الله يسلمك. فاتصلت على أبوه في الطريق، قال تدري عبد العزيز أخوك إيش يقول؟ قلت لا. قال يقول انك تمشي في الطريق الخطا، طولنا. والله العظيم. ليش قال؟ قلنا طولوا في الطريق. قال انت تمشي في الطريق الخطا. فانت اخوي عبد العزيز، فاقول لك هي إيه الفاظ او مصطلحات تطلع من طفل. انت شعرت انه يستحق الشهره. جدا. حاولت تشهره. بشكل غير طبيعي، لاني احس لي جو واحس له متابعين. عبد العزيز حتى يفتقدونه، وينه وينه اصور اصور. طب هذا عبد العزيز. جميل. حتى بعد الشهره. ما زلت تحاول انك تشبك مع بعض الناس المشاهير وتستغل جماهيرهم حتى من اصدقائك؟ مو استغلال جماهيري، بقدر اني اوسع علاقاتي في المجتمع. يعني انت تعتبر انه انت تهدف للشهره؟
لكن انت معترف يا زياد انك